असलकुम वरह लबरक हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक का दूसरा पारा इससे पहले हम बकरा का आयत नंबर टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन तक पढ़े थे यानी रुकू नंबर टेन तक और आज हम पढ़ेंगे बकरा का आयत नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी वन तक यानी रुकू नंबर एलेवन तक तब आइए अब हम शुरू करते हैं بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخره ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير في الدنيا والاخره ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبينُ آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون آية سورة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم